السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعناكم مقطع جديد. مقطعنا لليوم اللي راح نتكلم عن أشياء اللي هي من إيفنت النيون. طبعا زي ما أتاحت عندنا في الكوليكشن تقدر تسحبها. راح نتكلم عن أفضل الأشياء اللي ممكن تسحبها من هيرو من سلاح، فهذا الشيء بيرجع لك بعد ما نتكلم عنهم. فإذا عجبك الموضوع إنك تسحبهم تسحبهم، إذا ما عجبك تقدر تنتظر لحد ما يعني تتأمن معاك الملفات والفلكسات، تقدر تسحبهم تسحبهم. طبعا زي ما احنا شايفين بالنيوز امامنا، الهيرو اللي بالنص طبعا متاح عندنا في السوق، مهمات اللاف ستور، وعندنا رجعت مهمة المنطاد البيتا لكن بنظام جديد، تحدي جديد. جربتها كان تحدي عادي، وكمان اضافوا عندنا لو مروا على الخريطة نشوف اللي هو بتحديات البيتا، اضافوا لنا اللي هو نظام زي سباق، يعني ما بعرف اي بي سي، بتقعد تتسابق، كل واحد بيجيب بوينت 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 كل ما يلف الماب. فيعني شفتها جدا عادية، نظام الكلات كان افضل منها بكثير. وكمان رجعوا لنا المنطاد البيتا كمان، يعني بتذاكر 144، لكن كمان برضو الاشي نفس الشيء، ما في اشي مميز فيها وما في اشي كويس غير انه ممكن انه انت تنزل المنطاد على طول، ما تستنى ال10 دقائق اللي كنا ننتظرها، تصير 7 وننزل المنطاد. فهذا الاشي الوحيد اللي ضافوه. فخلينا ننتقل على الاشياء الثانية في الكوليكشن. طبعا بالنسبة لاخبار التحديث كاملة تقدر تروح على الانستغرام، راح تلاقي كل الاخبار موجوده عندك للتحديث في الانستغرام، عندي نازله كامله. الانستغرام تبعي موجود في صندوق الوصف اللي هو زورو 0xsm. فخلينا نفوت على الكوليكشن بوك ونروح على اللي هو ايفنت بيبل. طبعا لما ننزل على الايفنت بيبل راح تفتح لنا الايفنتات كامله. فخلينا نروح على ايفنت او حدث النيون، يعني زي ما تشايفين عندنا مهاجم كونستراكتر اوتلاندر ونينجا. فخلينا نبدأ في أول مهاجم ونشوف الخواص تبعته. طبعا أول مهاجم عندنا اللي هو يعني بيمتاز في بونص، اللي هو بحكي لك انه كل ما بتدمج راح يرتفع عندك الدمج بنسبة 1%. فمثلا هون أول واحد إذا كان في التيم سبورت راح يرتفع، يعني كل طلقة 1% 1% راح تكون عندك ال 25 ستاك، يعني 25%. لكن إذا كان كهيرو أساسي راح يعطيك 2% دمج زيادة، وفاير ريت 1.2 ل 25 ستاك برضه. فيعني هاي هي خواص الهيرو إذا كان أساسي وإذا كان في التيم سبورت. فإذا عجبك تضغط أنت بكل بساطة إذا كان ملزق عندك في الكوليكشن بوك اللي هو ال L1. وطبعا رجعت ميزت إنك تسحب الهيرو في بوكس. انا ما بعرف عن الشركه مالها انجنت، كان اول شيء سلوت تسحبه ببلاش، هسه رجعوه الفي بوكس. ما بعرف ايش بتهيئ لها الشركه، كل مره قرارات جديده، كل مره قرارات غير شكل. يعني نزلوا لمات حدث النيون في بوكس 500 في بوكس، في ناس صرفت 3000، في ناس 1000، يعني صرفوا كثير ورد رجعوها مجانا. لهيك انا دائما بقول لكم في اشياء لا تتسرعوا فيها، خصوصا بالتيكت اللي اتاح عندك تسحب فيه هيرو. ناس كثير تورطوا بالهيفي بيس سحبوا وخسروا كرت على الفاضي، وكنت احكي لا حدا يسحبه لانه البونص اللي فيه مش هالشيء الواو، ومش زي زمان الهيفي بيس بالباركات اللي كانت قويه لكن عوافي. فاي واحد بيحتفظ او عنده كروت حاول لا تخسرها، حاول حافظ عليها لانه كل شيء قاعد بيرجع معانا. فمنروح على الهيفي بيس. طبعا الهيفي بيس بيمتاز باللي هو البيس تبعه اللي هو على عدد الكلات. مثلا هون اذا كان بالسبورت 39 كل راح يعمل لك انفجار بمساحه 3 تايلز اللي هو يدمج الزومبي. اذا كان اساسي كل يعني راح يعمل انفجاره اللي هو عفوا كل 30 كل اذا كان بالسبورت راح يعمل دمج انفجاره اللي هو 39 بيس دمج انرجي راح يعطيك لثلاثة تايلز. اذا كان اساسي بتلعب فيه راح يكون دمجه بعد 30 كل اللي هو 89 بيس انرجي دمج لخمسة تايلز اذا كان اساسي. فهذا هو بيركاته. فمننتقل على اللي هو سارة. فاحنا هنا نحكي لكم عن الخواص تبعت الهيرو، فاذا عجبك بتقدر تسحبه، لكن اذا ما عجبك كمان ما بتقدر تسحبه، اذا انت كنت محتاجه فبتسحبه. فهون عندنا سارة ايش اللي بتمتاز فيها؟ بتمتاز فيها انها بتعطينا لاستايس دمج اللي هو 25%، وكمان بتعطي تبطيء للزومبي وبتعمل كلبشات على رجليهم زي ما كنا متعودين او متعودين على قنبله الدخان بتعملهم كلبشات على رجليهم. وكمان ابتدي زمان لما كان اللي هو ابتدي عندنا بالانفورسر لما تيجي ترميه ويدمج الزومبي يصير كلبشات على رجليه، لما انت تستخدم اي شخصيه بالساي راح تيجي كلبشات على رجليه. اذا كانت يعني شخصيه بالسبورت راح تعطيه 25%، اذا كانت اساسيه راح تعطيك 63%، وكمان راح تعطيك اللي هو
للساي 30%، وزائد انه كمان لمده اللي هو الشارج تبعها او السنيرز تبعتها راح تكون التبطيء لمده ثانيتين. فهاي هي عندنا اللي هو شخصيه النينجا. فمننتقل على اللي هو الاوتلاندر التيدي او التيد، اللي هو يعني من خواصه الموجوده فيه اذا كان عندك بالشخصيات السبورت، راح على كل يعني 21 هيت شوت راح تحصل على فراجمنت اللي هي ليش الازرق اللي بتلاقيه في الخريطه اللي بتاخذه بزيد عندك الفراجمنت، عشان مثلا اذا كان الدب لما تيجي ترميه بعطيه 45 ثانيه بقلل لك مثلا 10 ثواني من ال 45 بصير 35 ثانيه. فيعني كبونص ما بشوفه شيء كويس، لكن اذا كان اساسي كل سبعه هيت شوت تيجي عندك فراجمنت، فيعني مش هالشيء الواو اللي راح تكون فيه، يعني راح تظلك مركز على الهيت شوت. ما بعرف اذا عجبك بتقدر تسحبها. فهيك عندنا الاربع شخصيات حكينا عنهم، فإشي بيرجع لك اذا انت حابب تسحبهم فبتسحبهم، اذا ما انت حابب هذا إشي بيرجع لك. لكن انا بنظري الإشي المهم او الترتيب المهم فيهم انك تسحبهم، اول إشي عندنا المهاجم، ثاني إشي عندنا الهيفي بيس، يعني بعدين عندنا سارة اللي هي النينجا. لكن التدي ما بعرف، ما بنصحكم فيه كبونصه، ممكن لقدام ممكن نحتاجه، ما بنعرف شو بصير معانا في التحديثات. زي ما بنعرف كل مرة أشياء جديدة، كل مرة أشياء ما بنعرفها. فحاليا هذول الأربع شخصيات أنت إلك خيار السحب، لكن زي ما قلت لكم ما بعرف ليش رجعوا اللي هو طبعا هون هي أعطاني أنا سلوت بقدر أسحبها، لكن هون الشخصية اللي موجودة بدي أسحبها، بدي أسحبها في بوكس. يعني أنا مش فاهم ليش هيك قاعدة بتساوي اللعبة. خلينا نشوف هون. طب أوكي هون معطيني أنا سلوت مجانا، طب ليش هون ما يعطيني إني أسحبها في بوكس؟ للأمانة ما بعرف، يمكن هذا جلتش من اللعبة. هون كمان أوكي أنا سلوت كمان، فما بعرف شو المشكلة اللي عندي إني أنا أقدر أسحبها في بوكس هاي الشخصية. فما بعرف للأسف، إنه أتوقع إنه بق بيكون. فخلينا ننزل على أسلحة النيون. طبعا اسلحه النيون متاحه عندنا كمان برضو ان نسحبها، عندنا المسدس كمان برضو، المسدس في بوكس كمان، هون المسدس في بوكس، هون برضو في بوكس، هون برضو في بوكس. صراحه ما بعرف هل لانه هو اسلحه قديمه تعتبر عشان هيك انا بسحبها في بوكس، اما الاشياء الجديده اللي هو انا سلوت يعني ببلاش بقدر اسحبها، فما بعرف هذا الشيء. طبعا عندنا المسدس، عندنا شاتجن الهيليوم، عندنا الارجون، عندنا السنايبر النيون، عندنا خلاط النيون لحبيب الملايين والكل بدور عليه، وعندنا النوبل لانشر. طبعا هاي الاسلحه حاليا متاحه عندنا. طبعا في غيرهم اشياء، في غيرهم اشياء، هو عندنا الفاس، عندنا السايف، عندنا سيف النيون. طبعا سيف النيون معروف انه من افضل السيوف الموجوده عندنا حاليا في اللعبه، وعندنا سايث النيون كمان من افضل السايثات في اللعبه. طبعا اغلب الاسلحه عندنا السيف، عندنا السايث، عندنا هيليوم الشاتجن، عندنا السنايبر، عندنا الخلاط، كلياتها بتروح على قوائم التشغيل تبعت شرح الاسلحه، راح تلاقي افضل البركات لها. طبعا بنبلش في المسدس، مسدس ما جربته، ما بعض بقدر اعطيكم فتوى له انه كويس ولا مش كويس. فاذا انت عاجبك تقدر تسحبه، مش عاجبك ما تشتريه لاني ما جربته. شاتجن الهيليوم ممتاز جدا وتجربته عندك في القناه. الارجون برضه ما جربته، لكن كسلاح اسولت رئيسي يعني كويس، وفي ناس كثير تعتمده وبتلعب فيه. سنايبر النيون، سنايبر جدا رائع وقوي مع الديفندر، بيقدر يطلق من خلف الجدران وله تجربه. للديفندر رائع جدا، مع افضل البركات عندكم كمان في القناه. فبالنصيحة مني اللي ما عنده سنايبرات بتدمج من ورا الحيطان، انك تسحب شد او سنايبر النيون ب60 ملف سلاح وزائد 100 فلكس ذهبي، ومبروك عليك سنايبر النيون بيكون حبايبنا. وبننزل على الخلاط، الخلاط كمان ناس كثير كنا بتوزيع الاسلحة بيطلبوا هذا الخلاط، حاليا متاح عندكم ب60 ملف اللي هو تبع الاسلحة و100 فلكس ذهبي، وكمان برضه شارحين عنه. وعندنا النوبل لانشر كمان للناس اللي ما حلفهم حظ وقدروا يجيبوه، اللي هو بتعمل تشارج على الضربه وبتضربها، فكمان نفس الشيء من الار بي جي الكويس والممتاز معانا، كمان 60 ملف و10 او 100 فلكس ذهبي. فعم ننزل على الاشياء الثانيه، عندنا السايف وعندنا سيف النيون. طبعا الفاس هذا بالمره يعني مش كويس، او ما جربته انا بالعربي، ما في شيء مختص لهم يعني حيكون. فعندنا هون ستايس برضه، السايث برضه يعني بتقدر تسحبه من الكتاب اللي هو ب60 ب100 فلكس يعني كمان برضه. وعندنا هون اللي هو كمان عندنا سيف النيون ب60 ملف و100 فلكس ذهبي. فهيك بكون يعني امور الحدث النيون كامله وضحنا لكم اياها، حكينا عنها، حكينا عن الهيروز البركات تبعتهم. فهسه هون انت
يعني مخير لك انت شو الافضل او شو تركيباتك ناقصها، تقدر تسحبهم من التشكيلات اللي كنا نشكلهم ويكون عندك نقص من هذول الهيرو. فاذا ناقصك اشي منهم تسحبه، مش ناقصك اصبر، لانه ممكن يجي لمات يكون متاح فيهم اللي هو حدث النيون، فما بنعرف. فلا تتسرعوا، زي ما بحكي لكم دائما في هاي اللعبة لا تتسرع، اعطي مجالها شوي لقدام، لانه كل مرة بينزلوا لك اشي جديد ويعني وما بيعلنوا عنه، مرة واحدة بتلاقيهم دبوا لك اياه هيك. فهيك عشان نحكي لكم حافظوا على التكتل معاكم، وحاولوا انكم تحافظوا عليه للهيرو الميثك، لانه زي ما حكيت لكم التيم بير كامل ان كان بيسوى او ما بيسوى لازم يكون عندك، لانه لقدام راح تفقده وراح تحس انه هذا البير كنت بحاجته وتندم انك ما سحبته لهذا الهيرو. فهيك بكون وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا واستمتعتوا. لا تنسوا اللايك والكومنت ورايك في رجوع حدث ايفنت النيون. يعطيكم الف الف عافية، ومنشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله.